معنا بطل لبنان بجيمناستيك هيثم. هيثم عم بيبرم البرمي طيطلع ويجي عن هيدي. فينا ناخذ كم صوره بالملعب بس؟ ايه تكين وصل هيثم، شو بتخبرونا؟ ما بعرف بعده قادر يتنفس صراحه. المعروف ان الوقت بيركض، بس مين قال ما فينا نكون اسرع منه؟ يلا 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 بلشنا. انا حيدر بحب الدانس والجيمناستكس، بس قررت اتحدى الوقت مع صديقي. ولا ثانية زيادة، ونشوف كم صورة بنقدر ناخذ اليوم للموهبة اللي معنا. تايمر ريدي، خلال وقت محدد 10 دقايق جاهزين؟ بي تايم بريكر، تحدى الوقت. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تايم بريكر تحدى الوقت. اليوم حلقة غير عن كل الحلقات، اليوم معنا شاب مش حيلا شاب، معنا بطل لبنان بجيمناستيك هيثم. هيثم قديش عمرك؟ 19 سنة. 19 سنة وبطل لبنان بجيمناستيك. 100% قد ايه لك بتعمل جيمناستيك؟ 12 سنة. 12 سنة، يعني بلشت كثير صغير. 7. يعني اليوم نحن موعودين بصور كثير حلوين. أكيد أكيد. بحركات كثير حلوين. أكيد. تعال نشوف، معنا أنتوني رفيقة. رفيقة. عم بيعيرنا 10 دقايق. ومش حيعطينا ولا ثانية زيادة. هيثم جهز حاله ومشان ما نضيع وقت ولا شوي، أنتوني حيبلش العشر دقايق من هاللحظة. بلش أنتوني، بلش العشر دقايق. هيثم فوق، ليك وين هيثم؟ أوكي يلا هيثم تعال، يلا 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 بلش الوقت، تعال نمشي يلا. ماشي عم يعني بيستعرض هيثم، هو عم بينط اسرع مني كمان. تعا تعا يلا. درج درج. يلا اسرع 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 عشان الوقت. اوكي يلا يلا. تعبت؟ وين كون؟ وين كون؟ ليك قديش مأخرين؟ خلي الباك جراوند تكون وراك، هيدا الحركة الحلو. يعني جرب أعمل شيء على الحرف. It's good. شو بدك تعمل لنا هون؟ يلا عيش. تمام تنشوف تنشوف. تمام يلا تعالوا ننزل. ليك في عنا البنك الأخضر وفي عنا هول تحت. أي أريح لك نعمل؟ نعمل على البنك. على البنك يلا على البنك. شو بدك على البنك؟ تعال فيك جرب تطلع فيه. بس ما تطلع فيه. اوكي تمام. يلا نكمل نزول. قد ايه بعد معنا وقت؟ 6 دقائق متأخرين شوي على فكرة. يلا ننزل نزول. هون بتساعدك الأرض. يلا اوكي خلينا نرجع مرة بليز هيك. اوكي تمام حلو كثير. يلا
يلا وين بنروح؟ وين بنروح؟ قالوا لي في جسر شي محل، في جسر هونيك، كيف نوصل له؟ اوه صار بعيد. نرجع على الجسر شو اولى؟ ليك حلو هيدا، تعال نروح عليه، تعال نروح على الجسر. بدي في طريقة تكون وجهك هيك صار اقدر اشوفك يعني. بدي احضرك من هون. جاهز؟ يلا لما بدك. اوكي خلينا نعيد خلينا نعيد خلينا نعيد. يلا لما بدك. حلو كثير. نمشي هيك بنشوف هون لما نرجع لورا. ما في شيء تحت. وين بنروح؟ طلوع؟ ليك هون شوفي هيدي. فيك تصلى انا اخذك من هون. هيثم عم بيبرم البرمة طيطلة ويجي عن هيدي اللي شايفينها هون. ما بعرف قد ثابتة بده يجرب لنا يعمل عليها شحرة. ايه تكني وصل هيثم، شو بتخبرونا؟ شكله لأنه ضاع. وصل. هيثم فيك تقرب شوي هيك تعملها شوي قدام. اوكي تمام يلا يلا تعال رح لاقي لك انا كمان. تعال نشوف الملعب. شباب قاعدين نصور شغله صغيره جوا عندكم. فينا ناخذ كم صوره بالملعب بس. يلا اذا عجبكم اللي عم بيعملوا هيثم زقفوا له. اوكي هيثم بطل لبنان بجيمناستيك. يلا قد ما عندنا وقت 40 سكند. اوكي بعد مره بعد مره بعد مره. هيثم يا هيثم هون هون بعد مره. يلا بدي اخذك بالنص. تمام على الفوتبول اعتبر حالك جولر. عم تلعب فوتبول هلا. كيف بترد الطابه؟ يلا يلا اخر صوره. يلا حلو تعال خلص الوقت. هاي اذا هيك بترد الطابه ولا طابه حتفوت. برافو. ما بعرف كيف بعده قادر يتنفس صراحه. انا تعبت عنه. كيف كان؟ كيف لقيت خبرتك؟ ما بعرف قد ايه اخذنا صور بس الحركات كثير قويه وكثير حلوين. اكيد هيدا اهم من عدد الصور. ثانك يو كثير لكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك كومنت شير واعملوا له فولو لهيثم على انستغرام. شوفونا الخميس الجاي بحلقه جديده من تايم بريكر. باي باي.